إنه السياف الأشهر في السعودية عبد الله بن سعيد البيشي منفذ حد القتل والتعزير، من يمتلك سيفا في حده الحد بين الجد واللاعب، لا مجال لمفاوضته بعد إيناع الرؤوس، وعندما تحين ساعة قطافها فهو الجدير بقطفها. أنا بدأت أنا في المجال العمل ذا بعد وفاة الوالد تقريبا أسبوع أو بعشر أيام تقريبا عام 1412. نعم، وقتها كان عندي يعني تفاجأت من الجهة المختصة في المجال الشيء ذا، أنهم بلغوني على أساس أن عندي مهمة تنفيذ. فالحمد لله وقتها ما كان عندي طبعا سيوف ولا إلى آخره، لكن أسرت بالسيوف حقت والدي عليه رحمة الله ونفذت فيه. وكان أول مهمة لي في 3 أشخاص. 100 رأس ونيف جزتها سيوف أبي بدر أكبر أبنائه، والذي بدوره يتدرب على ذات المهنة. ورث المهنة عن أبيه سعيد البيشي، ويذكر أنه حضر معه حد القصاص وهو صغير في أحد الجنات في مكة المكرمة، فكان ذلك المشهد كما يروي أبو بدر المفصل في حياته. كنت في المدرسة وكان عنده قصاص متذكرة في مكة المكرمة، كان في البارحة قدام باب الملك عبد العزيز قبل ما طبعا يصير في تطورات في الحرم، كان قصاص هناك. فحضرنا معه وانا صغير، فاول ما طرف بالي القصاص ما القصاص الجهاز الهضمي، قلت ابغى اشوف الجهاز الهضمي. كان في وقتها مدرس امتحنا على الجهاز الهضمي، يقول ابغاك تشرحوا لي على الجهاز الهضمي ما ادري وش. قلنا طيب، قلنا خلاص والله ونجي. بس اول ما قص الوالد بس ملقوف على طول انا اللي هنا، وجري على ابغى اشوف الجهاز الهضمي، شفت راس الرجال طاح لحاله محل الرقبه صار زي البير نزل. فخلاص انا ما عاد ادري عن نفسي، ما صحيت الا وانا في السياره بعد ما رجعت. جاء في الليل ابغى انام افتح الله ما قدرت، كوابيس مره. بعدها خلاص الحمد لله استمرينا وتعودنا والحمد لله. يحتفظ في ذاكرته بالكثير من المواقف، من الطبيعي ان تكون مؤثره، لكن الملفت في بعض منها انه فكاهي. ينكر ان للسياف قلبا قاسيا، فهو يعتبر نفسه من ارحم الناس قلوبا، وكل ما يناله من قصص مختلقة هي بسبب الشائعات التي تناله من أحاديث الناس وأقاويلهم. نبدأ بالسلطان، طبعا هذا السلطان أنا بدأت فيه، بالنسبة يعتبر أقدم سيوف بالنسبة لي في عملي من يوم بدأت فيه، يعني والله قديم جدا. هو جوهر، كل السيوف اللي موجودة عندي جوهر. جوهر هو جوهر، هو اقوى 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 سيوف لتنفيذ الحد. يعني اول شيء ما ياثر فيها كثروا او قلوا الاشخاص اللي نفذ فيهم. ثاني حاجه حديده قوي، يعني ما هم اللي يتكسر او الى اخره. وهذا برضه نفس الشيء، برضه جوهر. وكل سيف طبعا له اختلاف لاداء المهمه. في عندنا السيف او بالاصح القرده، في بعضها نفذ بها تنفيذ سحب او هزع. عمليه الهزع هذا طبعا يختلف عن السحب. السحب يبدا بكذا، بعكس الوضع السحب. نعم. الاحكام الشرعيه في القصاص او في حد او في حدود من حدود الله اللي هو القتل تتم بالسيف، لا شنق ولا رمي بالرصاص. كان قديما يطبق الرمي بالرصاص ويعطى الولي بتنفيذ هذا الامر، ولكن خوفا من الظلم والجور امتهنت المملكه العربيه السعوديه تنفيذ حدود الله عن طريق السيف. السياف عبد الله البيشي كان مفترض ان يكون معنا من بدايه الحلقه، سينضم لنا ان شاء الله بعد قليل، ولكن ما اخره عن انضمامه لنا في بدايه الحلقه هو تنفيذه لاحد الحدود القصاص. يعني هو قادم من العمل للتو، سينضم لنا بعد قليل. هناك اكثر من سياف في المملكه، ولكن لا توجد احصائيات دقيقه تبين كم العدد، لكن ربما يكونون يعني الاحصائيات اللي حصلنا عليها يعني اثناء تحضير الحلقه كان 6 سيافين في المملكه الى حد الان، ربما يزيدون قليلا، ليس هناك احصاء دقيق. وهم في مناطق متعدده كذلك، واحيانا يطلب عم عبد الله البيشي ان يذهب الى منطقه لاقامه الحد، فحنتحدث معاه على ذلك، وسنتحدث ايضا على الشباب اللي قام بتدريبهم. عم عبد الله، هل انت ايضا تنفذ قطع اليد ولا تكتفي بس بقطع الرؤوس؟ هل هناك تخصصات؟ نعم 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 نعم
نعم نفذ قطع اليد بالنسبة للحرامي وننفذ قطع الرجل خلف وخلاف. نعم. كما ذكر في القرآن. نعم. الكريم. طبعا عبد الله لما يتم إقامة الحد بقطع الأطراف تقوموا بتخدير الشخص المحكوم عليه ولا كمان زي ما بقطع الرأس لا يتم تخديره؟ عملية لا بالنسبة لعملية اليد أو عملية الخلف الخلاف لليد ورجل يتم تخدير موقعي بس محل التنفيذ. ولكن أكيد أن من يقام عليه الحد بقطع رأسه لا يتم تخديره صحيح؟ لا ما يتم تخديره أبدا. طيب أبو بدر الحين يعني تذكر أول مرة يعني نفذت فيها الحد؟ تذكر القصة ذاك اليوم؟ والله أتذكر إلى الآن. نعم. طيب أعطنا السالفة. تفاجأت أنا نعم أنا تفاجأت بالطلب الجهة المختصة لي على أساس أن أنفذ حد من حدود الله، وتفاجأت طبعا فقال عندك قصاص؟ قلت ما في مشكلة، أخذت السيف الموجود عندي اللي هو تابع للوالد عليه رحمة الله. نعم. كم كان عمرك أبو بدر؟ حين ذا كان عمري والله راجل يعني رجال يعني ما شاء الله. أنت رجال في كل نعم. الأعمار ما فيها خلاف. نعم. بس كم كان عمرك تحديدا؟ نعم. نعم. أنا بدأت والله ماني فاكر بالضبط كان عمري أعتقد يا 35 أو 32 تقريبا لأني يعني أنا بدأت عام 1412. نعم. المهم. نعم. كيف كانت هذه التجربة خصوصا أول مرة يعني كيف كانت مشاعرك؟ والله مشاعري لازم أي شخص يبدأ في عمل جديد عليه لازم يجيه نوع ما قلق وخوف أن الشخص يفشل في المهمة. نعم. طبعا عبد الله إيش كان أصعب تنفيذ الحكم بقطع رأس؟ وهل نفذت الحكم لأحد كان يعني على معرفة سابقة بك؟ اي نعم كثير ناس نفذنا فيهم كانوا اصدقاء لنا ولكن من جنى على نفسه. نعم. طيب في اتصال باحد المتصلين ابو عبد الله صح من الرياض تحديدا. نعم. او محمد من الرياض سال. نعم. يعني عندما تنفذ الحد انت بالرجال وبالنساء، النساء تحديدا يعني. نعم. اول هل تنفذ الحد فيهم؟ وثانيا هل هناك في مشاعر رأفة تختلف عن الرجل مثلا عندما تتعامل مع سيدة أو تنفذ الحكم في سيدة؟ ما في التنفيذ واحد لكن سبب الاختلاف أحيانا أن الشخص اللي ينفذ فيه ما يقدر أحيانا أن يتمكن من أعصابه لجلوسه أو استقامته للمهمة. نعم. طيب بالنسبة للمرأة هل هناك يعني مشاعر رحمة أو رأفة أكثر من الرجل؟ يعني أنت داخلك صحيح أنك تنفذ لكن أنت مشاعرك الداخلية ما أعطي. أنا لو أعطي شفقة أو رحمة للشخص اللي نفذ فيه حيتعب، أنه إذا رحم القلب أهملت اليد. نعم. أن إذا ينفذ في أكثر من ثلاثة أشخاص أو أربعة هل تتأثر؟ والسؤال الثاني يمكن أطرحه، هل تحتاج إلى مدة بين تنفيذ وبعدين إيقاف التنفيذ مثلا أنه ما هناك حد تقوم بتنفيذه وطول مدة لتنفيذ حد آخر، هل تتأثر أو لا؟ لا نشكر الله ونحمده هذه ما فيها أي شيء، وسواء كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة الحمد لله ما في أي شيء طبيعي جدا، أن العمل واحد والتنفيذ واحد طالما أن الشخص في حالة استقامة. نعم. طالما أن الشخص في استقامة جدا جدا يسهل علينا تنفيذ المهمة. عم عبد الله سمعنا عن في يوم من الأيام كنت تقيم الحد على 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 بعض الأشخاص وانكسر السيف، هل هذا صحيح؟ تحكي لنا هذه القصة إذا ممكن. اللي ما في إلا بس المقبض اللي أنفك وليس السيف، بس مقبض السيف. نعم. نعم. طب أبو بدر أنت هل تحضر بدر أو أحد أخوان بدر لأن يكون يعني يقوم بنفس المهنة مستقبلا خصوصا أنك ورثتها من والدك؟ نعم. الآن الحمد لله بدر الآن على وشك أنه يتم تعيينه بالرياض إن شاء الله.